وأضاف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر مناقشة 3 قضايا رئيسية داخل المحور السياسي، هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات والحقوق وحقوق الإنسان والحريات العامة. كما أشار رشوان إلى تشكيل لجنة لكل من المحور الاقتصادي والاجتماعي لكي تقترح كل منها أهم ما سيتم مناقشته داخل كل محور. هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية. القضية الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية. القضية الثانية المحليات. القضية الثالثة حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي هذا السياق استعرض أيضا مجلس الأمناء أن هناك بعض من التشريعات في القضايا دي كلها قد يستلزم أثناء الحوار في اللجان الفرعية أن يتم تعديلها أو إضافتها.